واحدة من أكبر الإشكاليات التي تحول بين الناس قديما وحديثا وبين التفاعل مع القرآن وآياته، إخماد العقول والتفاعل. أنا لا أعني به دمعة من هنا ودمعة من هنا تنزل على استحياء في وقت خشوع في ليل أو نهار، لا أعني به هذا فحسب، هذا شيء بسيط من علامات التفاعل. ولكن التفاعل الأكبر مع آيات الكتاب أن تحيلها واقعا حاضرا شاهدا منظورا محسوسا يقاس في الأخلاق والسلوك والعمل والإنتاج والاقتصاد والاجتماع والأسرة والإعلام والتعليم والتربية والجودة وجودة الحياة بشكل عام. أنت ما جئت إلى الأرض لتلعب، رب جل شأنه لم يبني هذه السماء أمامنا لأجل أن ننظر إليها فقط ونتغنى بجمالها كما يفعل الشعراء ونلتفت بعيدا وننزوي في بقعة من الأرض دون فعل إعماري في واقع الحياة تشهد له السماوات والأرض.